وإلى التطورات في الضفة الغربية، حسب ما أفاد مراسلنا ينضم إلينا خالد بدير من طول كرم. إذا ما هي التطورات لديك خالد في طول كرم؟ نعم يارا، يعني منذ حوالي الساعة نشهد اقتحاما ضخما وكبيرا لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعشرات الآليات والعربات العسكرية للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس. عملية الاقتحام تمت من 3 محاور، ويواصل حتى هذه اللحظة جيش الاحتلال الإسرائيلي الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية. عملية الاقتحام بدأت من حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس، ومن ثم تلاها الدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية من حاجز عورتة جنوب شرق مدينة نابلس، وقبل قليل دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوة راجلة كبيرة من منطقة الضاحية، وهنالك تموضعات لقناصة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. عملية الاقتحام هذه تأتي لتأمين اقتحامات للمستوطنين لقبر يوسف، وبالتالي فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي طوقا أمنيا واسعا في محيط قبر يوسف، يمتد من محيط شارع روجيب في أقصى المنطقة الشرقية قرب حاجز بيت فوريخ، مرورا إلى مخيم عسكر القديم والجديد، بالإضافة إلى محيط مخيم بلاطة ومنطقة بلاط البلد وعراق الساية، وطبعا امتدادات من مدينة نابلس في منطقة التعاون، وكذلك أيضا منطقة الضاحية. كل هذه النطاقات هي مناطق للطوق الأمني، وبالتالي عزل المنطقة الشرقية كما جرت العادة في ظل هذه الاقتحامات المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتأمين المستوطنين. ما أن وصلت الآليات العسكرية الإسرائيلية، ونتحدث عن قوة ضخمة جدا حقيقة مما استطعنا رصده من خلال مقاطع الفيديو المصورة من قبل المواطنين، نتحدث عن قوة عسكرية تتجاوز قوامها على الأقل نحو 60 آلية عسكرية مدعومة بجرافة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. بالمقارنة خالد، يعني في كل عام وفي كل بين الفترة والأخرى يكون هناك اقتحامات للمستوطنين وحماية من قبل شرطة الاحتلال لهؤلاء المستوطنين في محيط قبر يوسف، ولكن هل اليوم اقتحامات، اليوم وجود جرافة عسكرية تدمير محيط قبر يوسف يحدث في كل مرة، أم أنه هذه المرة مختلفة عن سابقاتها؟ يعني ربما هي المرة مختلفة. منذ طبعا 7 أكتوبر شهدنا مثل هذه الاقتحامات قبل 7 أكتوبر، ولكن بعد 7 أكتوبر باتت الاقتحام محدودة نسبيا بقوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وبأعداد محدودة من قبل المستوطنين، لكن أمام ضخامة الأعداد المشاركة أو التي تنفذ هذا الاقتحام في هذه اللحظات للمنطقة الشرقية، يبدو أننا أمام مئات المستوطنين الذين سيصلون إلى المنطقة. دعوات المستوطنين كانت واضحة والتي نشرت قبل قليل بأن ما يعرف باسم بروجكت المشروع، وهي مجموعة استيطانية لنقل المستوطنين من عمق تل أبيب ومناطق شمال الضفة الغربية وصولا إلى قبر يوسف لأداء الصلوات التلمودية. هذا يتزامن طبعا مع بدء الأعياد اليهودية التي ستشهدها المنطقة، وبالتالي هذا سينعكس على اقتحامات متكررة للمقامات الدينية في مناطق شمال الضفة الغربية، المواقع الأثرية، بالإضافة إلى الادعاء الإسرائيلي بقبر يوسف في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس. قبل قليل تم تفجير عبوة ناسفة في محيط قبر يوسف، قالت كتائب شهداء الأقصى ومجموعات شباب الثأر والتحرير بأنها تمكنت من تفجير عبوة أطلق عليها اسم الزوفي تيمنا بأحد الشهداء وقائد كتائب شهداء الأقصى الذي اغتيل بعد 7 أكتوبر في قصف جوي إسرائيلي استهدف مقر حركة فتح في مخيم بلاطة، وأنها حققت إصابات مباشرة في أعقاب الانفجار. انقطع التيار الكهربائي عن محيط قبر يوسف ومناطق واسعة من المنطقة الشرقية، فيما تندلع اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاتلين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية في مدينة نابلس. هنالك طبعا استمرار لحديث على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات
يواصل الدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة في هذه الأثناء إلى المنطقة الشرقية بمدينة نابلس. اللافت لربما يرى خلال عملية الاقتحام هذه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بمركبات إسعاف على غير ذي العادة. في المرات السابقة كانت عملية تمركز الآليات العسكرية الإسرائيلية وخاصة في الإسعافات قرب الحواجز العسكرية، لكن هذه المرة تشارك هذه المركبات في المنطقة. شكرا جزيلا لك مراسلنا، كنت معنا من كرم خالد. شكرا لك.